عبر الهاتف من الحدود السورية التركية ينضم لنا عبد القادر الهيب، المنسق الإعلامي في الفرقة 13 في الجيش السوري الحر. أهلا بك معنا سيد عبد القادر. أولا، كيف هي صحة القائد، وهل الإصابة يعني ليست خطيرة بعد عملية أو الهجوم في حاجز هيئة تحرير الشام، إضافة إلى تفاصيل ما جرى بالتحديد وكيف كان هذا الهجوم طبعا الذي أودى بحياة نائب القائد؟ مساء الخير سيدة الكريمة. كما عودنا الجولاني وكما هو مشروعه وكما هو دأبه في القضاء على الثورة والمزاودة في الدين والقضاء على الجيش السوري الحر، في صبيحة هذا اليوم قام ملثمون تابعون لجبهة الجولاني على الطريق الدولي بين قريتي خان السبل ومعر دبسة بنصب كمين غادر للمقدم أحمد السعود قائد الفرقة 13. أدى هذا الكمين لارتقاء العقيد البقل علي السماحي قائد أركان جيش إدلب الحر وإصابة من كان معه من المرافقة، ونجا سيادة المقدم بجروح وهو الآن بمكان آمن لا نستطيع التحدث عنه للضرورات الأمنية. نعم، لكنه نجا وهو بصحة جيدة، صحيح؟ صحيح، هو الآن في صحة جيدة الحمد لله في مكان آمن. طيب، هذا الهجوم هو مباشرة من هيئة تحرير الشام، يعني لماذا تستهدف القائد بهذا الشكل المباشر، إضافة إلى كيف تعيق عمل الفرقة على الأرض؟ سيدتي الكريمة، الفرقة 13 بدورها تجعل ما جرى برسم فصائل الجيش السوري الحر وبرسم الفصائل في الساحة السوري، وتجعل ما جرى برسم المحاكم القضائي، وتجعل هذه القضية برسم التاريخ الذي سيسجل في صفحاته خيانة وعمالة الجولاني وكرهه ومحاربته للفصائل في الجيش السوري الحر. نعم، طيب هيئة تحرير الشام ما أهدافها الرئيسية على الأرض؟ لماذا تعيق عمل جيش الحر على الأرض؟ ولماذا تريد تصفية قائد الفرقة 13؟ سيدتي، لأن الجولاني وجنوده يسعون لمحاربة الثورة والجيش الحر لأنها إبرة في عين النظام. سيكون الرد على سيد الجولاني وهو النظام السوري في القريب العاجل. شكرا لك إذن على هذه المداخلة عبد القادر الهيب، المنسق الإعلامي في الفرقة 13 في الجيش الحر، كنت معنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية. شكرا جزيلا.